ادعاءات جديدة أظهرتها نتائج التحقيق الإسرائيلي في حادثة استشهاد وليد الشريف، تزعم بأن جلطة قلبية أصيب بها وليد أدت لاستشهاده خلال أحداث المسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، وأنه لم يصب برصاص الاحتلال، الأمر الذي نفته عائلة الشريف جملة وتفصيلا. ادعاء باطل، كان واضح إصابة أخي الشهيد. دائما الشرطة الإسرائيلية تحاول التملص من قتل أي شهيد، ولكن الإعلام دائما لهم بالمرصاد وفضحهم. يعني كما رأيتم ورأى الجميع ورأى العالم موضوع أخي، كيف تم إصابته في الجمعة الثالثة من رمضان، كيف تم سحله في الطريقة الهمجية والوحشية، الاعتداء عليه في بعد إصابته. الشهيد وليد، وبحسب تقارير طبية كانت قد صدرت عن مستشفى هداسة الإسرائيلية، عانى من نزيف حاد في الدماغ وكسور في الجمجمة على إثر إصابته، وقد اعتقله الاحتلال وهو جريح، مما أدى إلى عدم وصول الأكسجين للدماغ مدة 20 دقيقة، الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية ومن ثم استشهاده. اليوم احنا عم نشوف كل الأجهزة بتتعاون مع الأجهزة الأمنية، سواء القضائية أو حتى اليوم، يعني إذا فعلا في تقارير من مستشفى زي مستشفى شعلات سيدك أو أي مستشفى ثاني أو وزارة الصحة فيها تزوير، هذا يعني بمنتهى قلة الأخلاق ومنتهى، يعني ما في أشنع من هيك، يعني لما بتوصل الأمور لهي الدرجة. وليد الشريف هو شهيد من بين 18 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان من هذا العام. يحاول الاحتلال أن يخفي جرائمه بكل الأشكال والطرق، وقد استغل لذلك امتناع عائلة الشهيد وليد الشريف من تشريح جثمان ابنها، ليصدر بعد ذلك تقارير تؤكد بأن جيشه بريء من دم وليد. نهاد حجازي، القدس.